منذ سنوات والملف الأبرز في وادي حضرموت هو الملف الأمني الذي يشهد تراجعا بين فترة وأخرى، ولم تجد له الأنظمة المتعاقبة حلا جذريا، كما بات يؤرق المواطنين في ظل حالة من التسيب تعيشها الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى عمليات السطو والاختطافات والاغتيالات المتكررة التي تطال شخصيات عسكرية وأخرى مدنية. نرى في وادي حضرموت أن الأمن غير مستتب أبدا في وادي حضرموت، وكل الأجهزة الأمنية غير مبالية أو معنية بهذا الأمر. في المقابل نرى في ساحل حضرموت الأمن مستتب لأن التشكيلات العسكرية موحدة في قيادة عسكرية واحدة. الملف الأمني يبقى هو الملف الأول. لم يكن الجانب الأمني وحده في وادي حضرموت أبرز الجوانب الملفتة هذا العام، فزيارة محافظ المحافظة اللواء فرج سالمين البحسني للوادي والتي تعد الأولى من نوعها كانت ملفتة أيضا، حيث وعد أن العام 2018 عام تمكين الشباب، لكن العام تلاشى ولم يرى شباب وادي حضرموت أي واقع ملموس في التمكين، سواء في الفرص الوظيفية أو أنشطة تبنتها السلطة، وما حصل ربما العكس عن ذلك تماما، حيث ارتفعت نسبة البطالة أوساط الشباب. للأسف اليوم على مشارف انتهاء هذا العام، ولم نلحظ من السلطة بشكل عام في سواء في الساحل أو في الوادي أي اهتمام أو أي مبادرات تنحو نحو تمكين الشباب، سواء على صعيد تمكينهم في الإدارات الحكومية أو في المناصب القيادية في السلطة، أو على صعيد الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي. الجانب التنموي هو الآخر، شهد نموا طفيفا في وادي وصحراء حضرموت، كان أهمها افتتاح جامعة سيئون وتدشين بدء الدراسة في كلية الطب والعلوم الصحية بالمدينة، بالإضافة إلى افتتاح العديد من المشاريع الخدمية. الجميل هو أنه تم افتتاح كلية الطب، هذا سيعتبر إنجاز كبير على مستوى الوادي في المجال الصحي، لأنه سيقوم برفد مستشفى سيئون بكثير من الكادر. تسببت الميليشيات الانقلابية باندلاع الحرب، وهو ما انعكس على مختلف الجوانب خصوصا الاقتصادي، إذ يعاني منه المواطنون في وادي حضرموت كباقي مدن البلاد جراء تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خلال العام، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى خلق سلسلة من الأزمات المستمرة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي وتأخر رواتب الموظفين في أكبر محافظة منتجة للنفط في البلاد. يأمل المواطنون هنا في وادي وصحراء حضرموت أن يكون العام القادم عام تنمية وازدهار على الجانب الاقتصادي والتنموي، أما في الجانب الأمني بوضع حلول عاجلة للحد من الانفلات الأمني، وهو المطلب الأول الذي يطمح إليه الناس قبل أي شيء آخر. حداد مساعد، قناة بلقيس، حضرموت.